دشن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح صباح اليوم انطلاق المؤتمر الوطني للتشريعات الإلكترونية بأول توقيع إلكتروني إيذانا ببدء العمل بالحكومة الإلكترونية، ويأتي ذلك في سياق التعاون الوثيق بين السلطتين لإنجاز التشريعات الإلكترونية من الناحية الفنية والقانونية. تحت رعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح اليوم حفل افتتاح المؤتمر الوطني للتشريعات الإلكترونية، وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة علي فهد الراشد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. أن يحظى مؤتمرنا هذا برعاية أبوية سامية من لدن حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، وهو المؤتمر الذي يعنى بالتشريع الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية وجميع ما أفرزته العولمة من حداثة وتقدم وتطور علمي، فلهذا دلالة عظيمة ورسالة ذات معنى جلي أن رأس الدولة وكبيرها يولي عناية تامة لمتطلبات العصر. وأوضح وزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود أهمية هذه المبادرة التي أطلقها النائب يعقوب الصانع لمواكبة التطور التكنولوجي، والتي لاقت التعاون الوثيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية. أن هذه المبادرة التي أطلقها مشكورا سعادة الأخ النائب يعقوب الصانع ليست غريبة عن طبيعة العلاقة بين المجلس الحالي والحكومة، إنما يشهده العالم من تطور تكنولوجي وتقني هائل في جميع المجالات يتطلب توعية مكثفة وتجهيزا للبنى التحتية وصياغة للتشريعات اللازمة، ولعل من أهمها قوانين التجارة الإلكترونية ومكافحة الجريمة وحماية الملكية الفكرية وقوانين تطوير الحكومة الإلكترونية والنشر والبث الإلكتروني. وأوضح القائمون على المؤتمر أن الإعداد لهذا المؤتمر والتحضير لفعالياته يأتي تعبيرا صادقا لمحاولة تبني الحلول العلمية القابلة للتطبيق على أرض الواقع. إحنا عندنا قوانين لا زالت تتكلم في الربوية. اليوم أنا عشان أعمل أجهزة ربط بين أجهزة الدولة بواسطة الحاسوب لازم أول شيء أعتمد التوقيع الإلكتروني. شلون أمشي معاملات وأنا ما في توقيع معتمد من قبل المسؤولين في الدولة ولا توقيعات معتمدة من قبل المراجعين أيا كان سواء المواطنين أو المقيمين؟ لذلك أنت تحتاج أول شيء قانون يعرف ما هو التوقيع الإلكتروني، ما هو الملف الإلكتروني، ما هو الدليل الإلكتروني، وقيسها على الأمور الأخرى مثل حماية الخصوصية للمواطنين والمقيمين في التعاملات والأوراق الرسمية من خلال الأونلاين. ويأتي المؤتمر في سياق عدد من المؤتمرات والفعاليات بيومه الأول والثاني التي تهدف إلى دراسة سن منظومة التشريعات الإلكترونية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع. ويعتبر هذا المؤتمر الخطوة الأولى لسن التشريعات الإلكترونية، والتي بدورها تنظم الحكومة الإلكترونية من الناحية القانونية والفنية وصولا إلى نقلة نوعية في التعامل مع المعاملات والخدمات الحكومية والخاصة. سعدون محمد، قناة الكوت.